ما بين يوسف الذي اختار مجال تربية النحل لينشئ مشروعاً بالمجال القروي لشفشاون، والعياشي الذي جذبه عالم تربية الحلزون بدوار الغدير ونزيها التي خلقت رفقة نساء أخريات مشروعاً للنسيج ببابتازة، يبدو أن مجال المقاولة الصغرى بالعالم القروي يمكن أن يساهم في تنمية حقيقية هناك، إلا أن إشكاليات جوهرية وعلى رأسها التأطير والمواكبة والتسويق تقف عقبة أمام هؤلاء. ان شاء الله احنا ماشي خطوه مره خطوه، وبغينا ان شاء الله نزيد نحسن الدخل، نزيد نحسننا، وباغي خصنا نزيدو ان شاء الله نمثلو الشوف في احسن تمثيل. استفدنا من المبادره الوطنيه وكنطمحوا ان نزيدو نحسنوا الوضع ديالنا باش نطوروا المنتوج ديالنا. مواكبة المشاريع على المستوى القروي بإقليم شفشاون بات من المعلوم أنها تشكل ضرورة ملحة من شأنها ضمان استمرارية المقاولات الصغيرة بالدواوير المختلفة من أجل المساهمة في نجاحها وتشجيع الشباب على خلق مشاريعهم الخاصة لتنمية المنطقة. احنا واخدين هذا التحدي باش ننجحوا على المشروع إن شاء الله ونزيدوا القدام، وبالتالي باقي عندنا بعض الإكراهات مثلا في حال التأطير والمواكبة. إكراهات تواجه التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالعالم القروي، قدم النموذج التنموي تشخيصاً مفصلاً لها يبرز مكامن الخلل التي تطبع الوضعية الراهنة، ويحدد طموحاً وأهداف مستقبلية يمكن بلوغها عبر توجهات استراتيجية تجعل الاقتصاد الاجتماعي رافعاً لخلق الثروات ومناصب الشغل على الصعيد القروي. الاقتصاد الاجتماعي من بين المحاور الأساسية للتنمية المنتظرة، ذلك أن الاقتصاد الاجتماعي أو اقتصاديات الثقافة التي تتعلق مثلا ببناء تعاونيات يسمح بخلق فرص شغل ذاتية، ويسمح بأن يكون المواطن طرفا في مشروع يدافع عن هذا المشروع انطلاقا من حضوره في التعاونية كشريك. توجهات استراتيجية مهمة إذن يجعلها النموذج التنموي من بين الأولويات التي تضمن الاستغلال الأمثل للمؤهلات المتوفرة بالمجال القروي، كما تحقق عنصر الاستدامة للمشاريع الصغرى به تعزيزاً لدور الاقتصاد الاجتماعي في التنمية الترابية.